فاهمه راني فاهمه بالعكس راني فاهمه معناها انتم تحبوش يوصلوا تعيطوا لهم الاثنين وتحاولوا توافقوا بيناتهم صح احنا ما نحبوهمش يوصلوا للرويقه نتاع المحاكم هذا كان وصل غاديك تاع القدر وفات العيشه احنا نحب يقول من قبل وجاتنا وثم حالات يحب يقول كنا اصلا والحمد لله فهمت لي باش رجعنا الامور لمجاريها وهذا اللي يثلج صدرنا وهذا اللي فرحنا يحب يقول المعتمده سيدي اذا عندكم ناس مختصين يعني ولا انتم من منطلق تجربتكم عندنا ناس مختصين سواء في التركيبه يحب يقول نتاع الجمعيه ولا في الناس اللي نتعاملوا معاهم عندنا قضاه عندنا عندنا عدل تنفيذ عندنا عندكم شي اخصائيين عندنا اخصائيين في العلم النفس وعندنا اخصائيين في العلم الاجتماعي وهما يحب يقول اللي باشروا عديد الحالات اللي بالطبيعه نشأ الاختصاص احنا نكونوا همزة توصل يحب يقول بين الازواج هذوما ولا بين الاسر هذوما نعم تمويل وقت اللي نقولوا باش نعملوا زواج جماعي يعني الى قداش عدد نجموا توصلوا التكلفه اكيد تكون باهظه التمويل كيفاش يكون معناها انتم تدقوا على البيبان والا عندكم اصداء طيبه عند الناس اللي تنجم تعاونكم ماديا وماديا نهار 31 في الشهر الفارط ماي عملنا حفل خيري بقصر رقبه النحاس بحضور المنشط الديني المعروف فوزي بن قمره حفل خيري سعينا فيه باش نلمدوا يحب يقول تبرعات اللي باش نجيبوا بها الحفل الزواج الجماعي المزمع يحب يقول القيم نتاعو يوم 8 سبتمبر 2012 8 سبتمبر 2012 عندنا تقول في ما بين يحب يقول 20 و25 كوبل وان شاء الله يحب يقول نحبوا هذايا نحبوا ناسسوا له ساعه باش يولي كل عام ونحبوا ناسسوا له باش يولي يحب يقول مهرجان مش كيك عرس عادي مهرجان الناس تونس كل تفرح فيه يزينا يحب يقول من المشاكل يزينا من ستريس ويزينا يحب يقول منشات معمولة تونس تحترق نحبوا تونس تحتفل وإحنا سعيين إن شاء الله يحب يقول في المستقبل أمل جديد وبناء أسر جديدة يعني باش نفتحوا يحب يقول فروع في كامل الولايات الجمهورية في الهدف نتاعهم بالطبيعة كما الهدف نتاعنا هنا ويحملوا الحسمة نتاعنا ونحبوا برمجين ان شاء الله وربي يحب يقول يساعدنا باش نعملوا حفل زواج جماعي يحب يقول على مستوى الولايات الكل تونس كامله الكل يحب يقول تعيش فرحه وتعيش يحب يقول لك التضامن وتعيش يحب يقول الدفع يحب يقول هذا هو تقريب سؤالي قبل الاخير قبل ما نخليكم كلمه الختام قبل ما نمشيو الفيديو جاج ايمان هل انه الشباب اللي باش تشوفوهم ان شاء الله يوم 8 سبتمبر هما من تونس الكبرى ولا من مختلف جهات الجمهوريه مدام زهره؟ احنا توا من تونس الكبرى ان شاء الله اذا كان معناها ربي ييسر لنا وكل وحالينا فروع في ما حاولتوش حتى عن طريق الانترنت معناها تجمعوا شباب من ولايات اخرى علاش الاختصارات هي تو معناها كتجربه جديده احنا من معناها واحد يلزم زاد يفهم حدوده ومش باش يجي يرمي روحه معناها احنا نجربوا تونس وان شاء الله ربي يوفقنا وبعد كان ربي ييسر لنا نشوفوا حتى من ناحيه لوجستيه ومن ناحيه الكلفه باش تكلفنا اكثر نعم دونك هذه كتجربه اولى ومن بعد ان شاء الله تتوسع باش تتوسع اكيد هذا وباش تغرس وباش تولي يحب يقول من السنن يحب يقول الحميده اللي باش تسنى الجمعيه هذه في البلاد سنويا بعد الثار يكون موعد قار 8 سبتمبر ان شاء الله مش موعد قار احنا والظروف واحد كل شيء خد تو دخل علينا رمضان ودخل علينا كذا هذاك علاش بدلنا احنا 8 سبتمبر اما غير تنجمت كما تنجمت ولا نشوفوا النهار اللي يساعد الناس كلها وهذا يحب يقول شجعونا فيه عديد الوزارات منها وزاره الشؤون الدينيه ومشكور السيد وزير الشؤون الاجتماعيه الشؤون الدينيه سي نور الدين الخادمي واحنا نحبوا نعملوا حاجه كبيره نحبوا نعملوا مهرجان كي تسكن نستادوا الرئاسات الثلاثه بيجي ويحضروا والناس كلها تحتفل مع بعضها احنا حابين راهو لما تكون معناها عائليه اكثر من انها لما مسيسه عائليه نخلي لكم كلمه الختام سي ليذا ومدام زهره الغربي نبدا معاك مدام زهره في ختام اللقاء هذايا ما نعرفش تحب دعوه للناس يدعموكم ماديا احنا ان شاء الله نكونوا حاضرين لتغطيه الاحتفال هذايا دائما نحبوا حاجه تبعث على الامل احنا عاملين بطبيعه على الشعب التونسي راهو احنا هذا كله معناها تبرعات اللي مو فيها من عند الناس باش نعاونوا الواحد والكل ان شاء الله كل واحد معناها يبذل ويزرع معناها حاجه يلقى النتيجه نتاعها وفضل الشعب التونسي ان شاء الله اللي باش يعاوننا باش نفرحوا الناس الكل ان شاء الله نعم سيدي
أنا دي كيف من هذا المنبر ندعو يحب يقول جميع أهل البر والإحسان باش يحب يقول يساهموا ويسعاونوا أهل الجمعية هذه الفتية اللي عندها إن شاء الله كل خير وإن شاء الله يحب يقول باش تدفع العمل الاجتماعي هذية النبيل والراقي وخصوصا يحب يقول في إصلاحة البين باش يحب يقول تونس يحبوها خير من هكاية إن شاء الله بحمد الله. نعم نذكركم أنه اليوم مش نركزوا أكثر على الأسرة التونسية نواة الأساسية للمجتمع كيفاش تكون مستقبل قرة ومتوازنة أكثر ما يمكن كيفاش نجمه نعطي فكرة جيدة دائما على الأب على الأم كيفاش يلزم يكون فما التواصل بين الوالدين لأنه كل ما هو التوتر كل ما هو نقاط سلبية يتعدى للأطفال حتى من غير ما نشعر حتى بطريقة غير مباشرة. دونك في الفقرة ذي استضفنا جمعية أزواج جمعية العفاف للزواج الجماعي وأصلاح ذات البين ممثلة في كل من سيريدا زاني اللي هو أمين مال الجمعية ومدام زهرة الغربي نائبة رئيس الجمعية مكلفة بالشؤون الاجتماعية. جزيل الشكر لكم على الحضور إن شاء الله نواكب أنشطتكم القادمة دائما إحنا على ذمتكم. يعيشك بارك الله يعيشك ريت. نذكروا إحنا زيدا كل الجمعيات اللي يحبوا يتواصلوا معنا رقم الفاكس نتاعنا هو 70944935 رجاء تبعثوا لنا الفاكس نتاعكم قبل الأنشطة نتاعكم حتى بأسبوع حتى بأكثر راو إذا كنت تبعثوا لنا الفاكس ليلة النشاط صعيب ياسر باش نجموا نغطيو ونقوموا باللازم معاكم. مرحبا بكل مراسلاتكم على رقم يظهر أمامكم على شاشة. احنا مازلنا مواصلين دائما حاولوا يكون فما أمل فما الابتسامة فما الفرحة فما الانشراح. فيديو جاج هذه الفقرة تحضر معنا ومن بعد نعود لمواصلة استضافتنا. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد احنا راجعين. وده اللي لقيت فين دي؟ موجود. تعرفيه من زمان؟ من ثلاث أربع أشهر. وتشوفيه كل يوم؟ وكل ساعة. إزاي وفين؟ ساعات بيجيني وساعات بروح له. أما راجل جزمة صحيح. سيئة على أكسد المرسي ما تشتري. طب الله هضربه بالجوز. راجل عازب زي ده يسمح لنفسه إنه يتكلم معاكي وأنت ست عزبة زي ماني واقف دلوقتي السلام عليكم. هاي الشاويش عبعان. تعايا بالشاويش. ما يصحش عيب على الغرب واني اقع في الغلط. عمرك ما بتوقع في الغلط. عداك العيب. وكتاب الله المجيد. ده انت فلاج. يا اختي افرد افرد ريشك ولا يهمك افرد. افرد اتفضل روح. استريح استريح في اوضه المسافرين. تعال بس ما تتجلهاش قوي كده لا يحصل لك حاجه. تعالي هنا تعال في الفسحه يا دي تعال. فين؟ تعالى في الحته اللي في ريحي دي يا اخويا. افصح يا بيه. اني افصح وماله؟ افصح ده السور اللي هناك دي. انت سميته سور؟ تعال صحيح هذا عشان اجي هذا. وليه عايز تقول ايه؟ افصح يا بيه. لا بقى خلينا في ريح بعض علشان ما نتخانقش. ما يصحش يا ستي سكيني. حد انا في البلد يقولوا يا عبد العال ما تقعدش جنب بنتي. مين قال لك ان انا بنتي؟ ايوه أنا عزبت عزبت مين ترى للي أنا بس يا أخوي أنت ما صدقت يا عبد مالك يا ستي سكينة. حد أنا في البلد كانت تيجي بنت غزية في الموالد تقعد تغني طول الليل وتقول مين ايوه اقعد طول الليل ادور على اللي اسمه مين ده ما لاقيهوش. امال ايه لقيته فين؟ طلع مش من بلدني. امال منين؟ من فتشني. من فتشني انت تعرفي. قول لي يا سي عبعاد. ايوه. ما فكرتش في يوم من الايام كده وانت قاعد في الكراكون وانت قاعد على الترعي بعد السن الطويل ده انك تتأهل يعني تتجوز؟ اتجوز؟ ايه؟ طب دي مين البهيمة الحمارة اللي ترضى بي؟ ليه باجي هل بدت اني؟ مين الحمارة دي اللي ترضى بي؟ البهيمة؟ ومفصح غادش افصح ولا تيجي عدا ولا غاد. ليه في ايه يا ست سكين؟ الملف السعد يا عبعاد وانت عليك لفظ يهد جبال. ايه الحمارة البهيمة؟ انت قاعد على الترعة هناك في بلدكو. لا ما مقصودش. عيب ده انت جنب واحدة على فرانكا ده الخير. وتقول الله مقصود. انا عايز اقول انا امبارح شبهيت على جدي.
لو اتجوزت أرنبة أكفيها برسيم وحشيش منين؟ إيه برسيم والحشيش مش مهم يا سعبعال. الفلوس لازمة لحاجات كتيرة قوي. الفلوس مش كل حاجة يا عبعال، اسألناني. أنت ترضي تتجوزي واحد كحيان زيي؟ أيوه، ده أنا اللي حاطة عيني عليه ده هوت، ما في زيته في الدنيا. داني لما بسمع صوته من تحت. أيوه. من دير السلم. وحياة سيدي المرسى أبو العباس ما تتصورش قد إيه إنني اهدي. أنا عمري يا أخويا ما شفت راجل لحمه تحت عظمه. صباح النور يلي معنا، مرحبا بكم مجددا. لنزل نركز على دور الأسرة التونسية وكيفية تقديمها. ديما يقولوا إنه الإعلام هو مسؤول على كل شيء، كل المواضيع اللي تكون موجودة في واقعنا التونسي الإعلام هو اللي يعطيها شكل آخر ولا بعد آخر، ولا كما هو ينجم يخلي المشاهد والجمهور يركز عليها برشا، كما ينجم تتعدى في البرامج إن بيرسو دونك الجمهور ما يتلاش بها برشا. ولكن ثم أيضا دور السينمائي اللي هو دور مهم جدا في التوثيق في النقش في تاريخ تونس، وأيضا في تقديم صورة الأسرة التونسية من خلال الأعمال السينمائية، من خلال المؤلفات، من خلال الرؤية الإخراجية. أيضا سعيدة جدا باستضافة سي محمد علي العقبي اللي هو مخرج سينمائي وكاتب عام جمعية السينمائيين التونسيين. صباح النور سي محمد علي، مرحبا. مرحبا بك للسمح. يعيشك. السينما دورها مهم جدا، هذه الشاشة العملاقة اللي البرامج تتنسي والأغاني تتنسي، لكن العمل السينمائي ما يموتش ويقعد ويتوثق ويأرخ إلى أحداث ما. سي محمد علي، دوركم مهم جدا أيضا في تسويق صورة الأسرة التونسية خارج الحدود. هل أنه لو كان حبوا نعملوا نظرة تكون موضوعية، هل أنه المخرج التونسي حاليا قاعد يعطي في صورة جيدة على الأسرة التونسية من خلال أفلامه، وإلا دائما نلقى صراع الأجيال وصراع بين أفراد الأسرة الواحدة؟ إن الأفلام ما يتكلموش إلا على أسرة،